قالت بانها هي لا تصوم لانها يعني شبه يعني فاقده للعقل فهل عليهم ان يعني يطعموا او يدفعوا طعام بالنيابه عنها؟ اذا كان اصبحت فاقده للعقل فهي فعلا ليست مخاطبه يعني فلا يجب عليهم ان يطعموا عنها نعم لا يجب عليها صوم ولا يجب عليهم ان يطعموا عنها يعني. بارك الله فيكم نعم.